أقول لكل أب وأم فقد أعز ما لديهما في الوجود، وكل زوجة ترملت، وكل ابن وابنة تيتمت، وكل من فقد عزيزا لديه، لا أجد أفضل من كلام رب العزة سبحانه: عساه أن يكون بردا وسلاما على قلوبنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما عن الحكم فبعد الاطلاع والمداولة، محمد بديع عبد المجيد ثاني، علي محمد محمد عبد الله وهدان، إبراهيم السيد أمين عبدين، سليمان إبراهيم عبد النبي سالم، أحمد محمد عبد الله زيدان بالسجن المؤبد خامساً وحضورياً من الأول وحتى العشرين ببراءة كل من عبد السلام حسن محمد خزيم، عمرو نشأة عبد العزيز، أحمد سيد أحمد سيد العسوي، محمد إسماعيل محمد نافع، رفعت الجلسة. رفعت الجلسة.